في أمثال هذه الأسماء المختتمة بويه كسيبويه وزنجويه ونفطويه ومردويه، يختلف فيها ضبط المحدثين عن ضبط النحاة. النحاة يجعلونها ويه بفتح الواو وسكون الياء رحمكم الله، وأهل الحديث يجعلونها بضم الواو. أهل النحاة يجعلونها بفتح الواو سيبويه، والمحدثون يجعلونها بضم الواو وسكون الياء، فيجعلون إسحاق ابن راهوية وليس راهويه، ويسمون الإمام النحوي الكبير سيبوية وليس سيبويه، ونفطوية وخماروية ومردوية. وفيها ضبط ثالث ضعيف، أنها بضم الواو وتحريك الياء راهويه وليس راهوية، وسيبويه وليس سيبوية، ومردويه. نعم، وإنما مال أهل الحديث إلى ذلك لتجافيهم عن كلمة ويه، ويجعلونها اسم شيطان، ويذكرون فيها آثارا أن كلمة ويه عندهم كلمة مذمومة. وللحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي مبحث في هذا الباب. نعم.